ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي زياد سنجري. أهلا بكم أستاذ زياد. أستاذ زياد هل تسمعني؟ نعم أسمعكم واضح. أهلا بكم. بداية، كيف تقرأ البيان الأخير للجنة المنظمة للتظاهرات والذي أكدت فيه إصرارها على المضي قدما إلى حين تحقيق أهداف الثورة؟ نعم، لم يترك للخيار للعراقيين أي خيار سوى استمرار المظاهرات السلمية التي انتهجوها منذ أشهر وأسابيع طويلة، مطالبين باستقلال العراق عن ما يحدث الآن على الساحة والصراعات والتعقيدات التي تمر بها المنطقة. اليوم أدرك كل العراقيين بأن ثورتهم هي عين الصواب فيما يفعلونه بالمطالبة بتغيير أساسي وجذري للطبقة السياسية في العراق، خاصة وأنهم أثبتوا ضعفهم بعد المناوشات الأخيرة التي حدثت ما بين إيران والولايات المتحدة والمسرحيات الهزيلة التي حدثت فيما بينهم. وأدرك العراقيون أنهم الوحيدون القادرون على التغيير في العراق، خاصة مع تردي الأوضاع، وكلنا نعلم ما يمر به العراق منذ 16 عاما ولحد الآن، فقر، بطالة، أمور كثيرة، ملفات معقدة. لذلك يجد العراقيون ضالتهم في استمرار هذه المظاهرات، ولعل يوم غد سيشهد أحد أهم المظاهرات والمليونيات في بغداد وبقية المحافظات، مطالبين مجددين مطالبتهم بإنهاء هذه العملية السياسية البائسة وإقصاء الأحزاب والميليشيات الفاسدة في العراق. نعم، كان أستاذ زياد معهد كاثام هاوس البريطاني نشر تقريرا أوضح فيه بأن الميليشيات تهاجم المتظاهرين بحجة معاداة الولايات المتحدة، ما مدى صحة ذلك؟ اعتمدت الميليشيات والأحزاب الفاسدة التي تسرق العراقيين منذ سنوات طويلة على حجة واهية واتهام مكونات بأكملها بأنها مثل المكون الكردي بأنه انفصالي، مكون السني بأنه بعثي أو داعشي، اليوم المكون الشيعي وهو مكون مهم ورئيسي بالعراق المطالب بالحقوق، اتهموه بأنه يعمل وفق أجندات أمريكية، وهذا الأمر عار عن الصحة. كلنا ندرك جيدا بأن هناك تقاطع في مصالح هذه الميليشيات مع مطالب المتظاهرين، لذلك نجد بأن الميليشيات تقوم بأعمال تصعيدية وعمليات قنص واختطاف. قبل قليل شاهدت أحد المقاطع من قبل أحد القياديين المعروفين في الحشد الشعبي يتهدد ويتوعد المتظاهرين يوم غد بأنه سيقوم بخطف وقتل من يجده أمامه، وذلك لأن الحكومة متواطئة مع الميليشيات التي تقوم بقتل وخطف الناشطين منذ أشهر طويلة والاعتداء على الصحفيين وتمارس شتى أنواع انتهاكات الحقوق الإنسان، وهذا ما يحدث الآن في مجمل المحافظات العراقية المنتفضة ضد هذه الطغمة الفاسدة. هذا ما تحدثت عنه أيضا مجلة فورين بوليسي الأمريكية، بأن أحزاب السلطة وإيران اليوم تستغل قتل سليماني في قمع التظاهرات، ما تبع ذلك على الشارع العراقي بوعيه وزخمه أيضا؟ نحن لم نهتم لقتل أي جندي أمريكي في داخل العراق، نعتبرهم جنود احتلال، ولن نهتم لمقتل قاسم سليماني، بالعكس نجده أن هذا الشخص مسؤول عن ملفات قتل وتهجير وانتهاكات حقوق إنسان. لذلك الميليشيات تريد أن تجعل العراقي تبعي إلى ولاية الفقيه وإلى نظام الملالي في طهران، ولكن الصوت عالي والعراقيون يقولون كلمتهم وهي كلمة واضحة، لا يريدون ترك الميليشيات ولا يريدون أن يكونوا جزء من لعبة وحرب مقبلة في هذه المنطقة إن حدثت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، ولا يريدون العراق أن يكون ساحة لهذا الصراع الذي لا ناقل لنا له ولا جمل. كل ما نريده هو خروج الاحتلال الأمريكي وخروج الاحتلال الإيراني، ومقتل سليماني أمر طبيعي جدا وفق هذه الظروف والسجالات والتصعيد ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي لتغطية مشاكلهم الداخلية في الولايات المتحدة أو في طهران.
التصعيد كان كذلك من بعض الجهات في العراق، الخزعلي مثلا الذي صرح بأن الوقت قد حان للرد على مقتل أبو مهدي المهندس وسليماني. إلى أي مدى ترى أن الخزعلي حسب يعني لم يحسب تبعات تصريحه هذا في ظل النفي الإيراني اليوم عن استهداف الأمريكيين أو مواقعهم في العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية حسب اعتقادي لا تحاسب على التصريحات، وإنما تحاسب على الأفعال. ولو وجدت قيس الخزعلي يشكل أي خطر على الولايات المتحدة أو الجنود الأمريكان أو القواعد الأمريكية في العراق لقامت بتصفيته، فهو ليس أفضل من سليماني بالنسبة للإيرانيين، وليس أكثر شأنا منه. قيس الخزعلي فقاعة ميليشياوية، معروف عنه الغدر والقتل، وتشهد له مناطق السدة وغيرها من عمليات خطف وقتل مكونات بعين ذاتها عندما كان يعمل في جيش المهدي. فأعتقد قيس الخزعلي مجرد عبد لدى إيران، لن يستطيع أن يقوم بفعل بدون أوامر إيرانية. ولعل أبسط مثال على كلامي هو تصريحه الأخير بأنه غير معني بسقوط قذائف موتورز أو قذائف كاتيوشا على بالقرب من المنطقة الخضراء، وقعت على مبنى قيد الإنشاء في الخضراء. لذلك قيس الخزعلي لن يستطيع القيام بأي عمل، وهذه تصريحات فارغة. نبقى في تصريحات، كيف يمكن قراءة تصريح مقتدى الصدر بأن صبر الطبقة السياسية قد نفد من المتظاهرين ويجب تشكيل حكومة قوية حسب وصفه؟ مقتدى الصدر يلعب على وتر المتظاهرين والطبقة السياسية، فهو تارة نجده مع المتظاهرين وتارة نجده مع الطبقة السياسية، وهو يريد ركب موجة الاحتجاجات في العراق والمظاهرات السلمية، ويريد أن يقدم نفسه كقائد لهذه المظاهرات، ولكنه فشل لأسباب موضوعية لربما أهمها أن لديه 54 نائبا في البرلمان، ولديه وزارات، ولديه مناصب حساسة في هذه الدولة، وهو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. ونعتقد بأن مقتدى الصدر متذبذب، ليس له أي موقف. فنفسه مقتدى الصدر قبل مدة كان في السعودية، واليوم يقول لترام أموال الحجاز لن تنفعك. لا يستطيع أحد أن يعول على مقتدى الصدر، فعندما اشتد الوطيس على إيران وحلفائها طالب بتشكيل ميليشيات، ثم اليوم الثاني تراجع عن هذه المسألة وطلب بالتريث. إذا نتحدث عن شخصية متقلبة، شخصية مزاجية، ولربما يتلاعب على أكثر من وتر في داخل العراق ولا يعول عليه أيضا. في أقل من دقيقة أستاذ زياد، ما هي أهم التحديات التي تقف أمام المتظاهرين يوم غد في التظاهرة المليونية؟ حسب تصوري البسيط بأن الميليشيات ستستغل الموقف، وللأسف الشديد أعتقد بأنها ستقوم بأعمال تخريب وأعمال قتل وقنص ولربما مضايقات لصحفيين واختطاف. ولكن أهم ما يجب على المتظاهرين أن نوجه لهم رسالة اعتزاز واحترام وتقدير، ونشد على أيديهم ونقول لهم بأن كل العالم ينتظر انتصار هذه الثورة العراقية ورسم ملامح السلام والوئام في العراق، كونهم العامل الرئيسي والوحيد لانتصار العراقيين وإنهاء كل أنواع الاحتلال الموجود في العراق. شكرا جزيلا لكم الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.